قال عندنا شاب ما عهدناه في المساجد لا يصلي. فيقول هذا الرجل هذا الشاب يوم من الأيام صلاة الفجر وجدناه في المسجد عندنا ويصلي ويبكي وفي يده جبيرة جبس عنده جبيرة. فقل بعد الصلاة أنا مسكته على جانب فقلت له أخبرني ماذا بك؟ قال رأيت في المنام رؤيا. ما هي الرؤيا؟ يقول كنت في المنام رأيت أننا أنا وزملائي اللي هم إيش صيع. يقول كنا في هذا في باص صغير كذا حافلة صغيرة وهذه الحافلة تمشي وهناك سائق غريب الأطوار لا يلتفت بس مبتسم كذا ويسوق. فيقول الشباب يطبلون وكذا فسألتهم إلى أين هذه الحافلة رايحة ما حد يجيب. فيقول السائق ما يجيبني بغيت أعرف وين هذه الحافلة وين رايحة. وللعلم أن علماء تعبير الرؤى مفسرين للرؤى يقولون أن الحافلة هي حياة حياة الإنسان لأن تسير به من مكان إلى مكان. فيقول في المنام في النهاية قررت أن أرى إلى وين. فتحت النافذة إذا بي أرى لوحة مكتوب جهنم باقي كذا كيلو. فيقول يعني فزعت فقلت للشباب يا جماعة تعرفوا هذا الباص وين رايح؟ رايح جهنم. قال إيه ما يهمك أنت مثل ما يقولوا الآخرة إيش مستآخرة ما يهمك. وهذا هو شباب السوء هكذا يزينون لبعضهم البعض. فيقول مرة ثانية رأيت أن الكيلومترات قلت ما باقي إلا قليل ونقع في جهنم. السائق طلع من إبليس إبليس شيطان يقودهم إلى جهنم. فقررت أن أفتح النافذة وأقفز من الحافلة. يقول قفزت من النافذة ومن شدة ارتطامي بالأرض في المنام إذا بي في الحقيقة سقطت من السرير إلى الأرضية وكسرت وانكسرت يدي. لا إله إلا الله. إذا كان في المنام هرب منها بهذه الطريقة وجاء الفعل في الواقع أنه وقع حتى انكسرت يده فكيف الحال إذا رأينا جهنم؟ كيف الحال في ذلك اليوم؟ نسأل الله السلامة. Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell.